تلم حاجتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شيخ. مش عايز كلام كتير. حاضر اللي حضرتك تأمر بيه، بس انا عايزك تسمعني. لو مش هسمع انا هدفع لك فلوس، وفلوس كتير قوي، مقابل انك تبعد عن ابني، مفهوم؟ بس انا مش عايزه من حضرتك فلوس. هو اللي حضرتك تأمر بيه، انا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده؟ بس هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا، بقى عندنا اكتر من شهر عالجناها واتكلمت وطلعنا الاوراق. عايزه مننا ايه تاني؟ انا والله ما كنت اقصد، ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى، انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هاجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوه كتير كلكم، انا مش عايزه حاجه تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاه، انا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير، لو انتوا تنفذوا من سكات. استني يا لبنى. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم طارق كمان. انا ممكن اظلم طارق، بس مش هسيبه يضيع مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج، بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاثنين، يا تبارك جواز انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه. لا يا طارق انا مش هعمل كده، انا همشي. استني رايحه فين؟ وانتوا رايحين تقعدوا هنا قد ايه؟ ديوز. طب بقول لك ايه، ما تيجي نزود يوم كمان ونبات بالمره. نبات اوكي، بس هسال سول اول لو وافقت. بيس. ايه اللي هسال سول؟ كل حاجه هنسال ماما، هنسال ماما، ما بناخدش القرار من دماغنا ابدا. ده عادي، لازم اسال ماما لان الفلوس دي بتاعتها. طيب انا بقول لكم ايه، انا عملت دماغ في المصحه انا ما عملتهاش بره قبل كده. الراجل ده الاستفاض بتاعته اولويز اون فاير. النضاره فيها حاجه ولا ايه؟ هلا يا عم نضاره ولا يا باشا؟ اوكي ما تغلاش عليك يا راشا. حبيبي يا باشا. بقول لك احنا كده بقى لنا 3 شهور بناخد منك صح؟ اه، اصل بصراحه الحاجه اللي معاه كتير. بقول لكم ايه؟ بما ان حاجه بقى بتعمل لكم دماغ وحلوه كده، انا ليه عندكم خدمه صغيره. خدمه؟ 5 6 تلفونات لاصحاب كل اليوم في الحلوه كده يعني، ظبطوني يعني. ايه ده يا راشا؟ انت عبيط ولا ايه؟ ليه يا باشا بس؟ لا صح، انت شكلك عبيط عشان تطلب مننا ان احنا نشتغل معاك ديلرز. لا يا باشا مش كريم، احنا جايين نقضي ديوس مش عايزين نكد. انا اسف يا باشا والله، ما اقصد باصص ديوس. ما ضيق يو، انا ماشي يا جماعه، انا ماشي خلاص. كريم اقعد، ايه التمثيل بقى ده؟ ايه يا جماعه انت هو يا جماعه اشتغل ديلر يعني؟ ما هو ما يقصدش الكلام اللي جه في دماغك يعني كريم. خلاص يا راشد، اللي انت عايزه هعمله لك من النهارده كمان. اهدى بقى. انا اسف والله يا كريم باشا، حقك عليا، امسحها معلش. اوكي تمام، انا مش هعمل كده. خلاص يا كريم. طيب خلاص خلاص نبقى. anyway يا راشد you're not important at all. والله حاسس كلام صح يعني. هات النظارة دي كده. خلاص بقى يا كريم بقى. تقلل شوية بس عشان الخشب ينعم معاك، وشاهد شوية عشان لسه في حتتين قدامنا عايزين نلحق نخلص من النهارده.
الله ينور بس. ما تيجي تقعد معاني شوية أعرفك على صاحبتي كمان. ومال؟ روان راشد. أهلا. أهلا. وأنت منين بقى؟ أنا من كل حتة. بما إن إنك بتبيع يبقى أنت أكيد بتشد. لا خالص. معقولة؟ مش بيقولوا طباخ السن بيدوق؟ أنا كيف حاجة تانية خالص. بقول لك إيه؟ لو حبيت آخد منك بضاعة وأبيع لأصحابي عشان أعمل فرق، ينفع؟ يعني عايز تطلعي كيفك ببلاش يعني، وماله عادي. حلو جدا. تسهر عندي بقى الليلة دي ونتكلم في التفاصيل أكتر. وماله؟ هنعيشك ليلة ولا شهريار؟ تمام. وأنت بقى كده متجوز ولا إيه؟ لا خالص. بس كنت متجوز واحدة وتفشت مني فتجوزت اختها عرفي اللي هي اصلا متجوزة ابن عمي. صح مش عمي يضحك والنبي. انا روي لما كنت بعمل حكاية اجيب الجنيه من البداية إيديا بتحرقني عشان أنا لسه صبي النص بتاعي قال لي كده بس قال لي بكرة إيديا هتنشف وأبقى راجل. طب خلاص بقى علي أنت هتعيط ولا إيه؟ أعيط عينيا لو دمعت هخزقهم بس أنا صعبان علي نفسي سيبني في حالي سيبني سيبني خلف سيبني ما ترد هتصحى كده وترد رد يا اخويا بيزن. الو مين؟ ايوه انا راشد. مين يا عم؟ ايه يا عم هم تجار المخدرات ما بيناموش مش من الكوكب؟ اقفل يا عم مفيش اقفل اقفل ايه ده؟ قفلت السكة ليه؟ مش يمكن رزقة؟ اطلبه كلمه يلا. ايه يا باشا معلش هو مين معايا؟ انا اسف يا باشا معرفش والله اسف بيصحوني من النوم ببقى غلط والله معلش يا باشا انا اسف حقك عليا ده حبيبي حبيبي يا باشا امرني تصلك ده ايه كوكايين لا بس اوجده هو قالك بكام الجرام اللي هو كم مصري هرس ودمني لألفين ونص لا يا باشا مفيش مشكلة انا اوجده طبعا اوجده اكلمك يا باشا سلام سلام هرس حاسب ايه؟ هو ايه ده يا اخويا مش 2000 ونص؟ تشارلك تشارلك ده ايه؟ الكوكايين وانت هتشتغل فيه؟ ليه لا؟ طب يا اخويا ما نبشبش على روحنا ما انت معاك 140,000 زغلول يا ولية يا حزان نعمل ايه؟ نوقف بيع ونقعد ناكل ونشرب بيهم لحد ما يخلصوا وبعد كده نقعد ننطم لا تنضف تبان عليك النعمه تغير العده المعفنه دي الله امال عايز تعمل ايه؟ عايز اجمع قرشين كده على بعضيهم خلاص بقى اجمع قرشين على بعضيهم كده يبقى معانا مبلغ
نعمل بيه اللي احنا عايزينه. هنشتغل في المخدرات يعني؟ ليه لا؟ يعني انا كنت عايزه اتوب. لا يعني نمشي في العدل. لولا انت تهفتي تنافكك الكلام ده بيطلع منك انت. الفلوس دي تلف مخدرات ماشي، تلف سلاح، نجمع مبلغ على بعضيه كده نعمل اي حاجه في خيالنا. وان شاء الله لما تلم الفلوس كده هتعمل بيهم ايه يا سيد الرجاله؟ هقلب الدنيا على عصريه. قلبي لا مش قادر استحمل. شوفوا ليه قال هيدور على عسلية. هدور عليها، هقلب الدنيا عليها، مش هخلي حتة في البلد غير لما ادور عليها فيها، وهلاقيها وانا هغلب يبقى معايا فلوس كتير ومعارف كتير، اعرف اعمل اللي انا عايزه. Thank you.
شايفه جوزك يا ابو طارق؟ هو صحي؟ اه صحي بس باين عليه دافي شوي. خد خلاص خلاص خد. يا روحي انا انت سخن يا حبيبي. اه ده حتى وشه في حراره. ايه عملت له كراويه ولا ايه؟ اه عملت له كراويه. تعال يا رحمه امي تعال. تعال يا رحمه. يلا خد. يلا حياتي. ما يبقاش قلبك خفيف يا جدو. لازم نخنق للدكتور يا طارق. حاضر يا حبيبتي، بكره اول حاجه نعملها ناخده عند الدكتور. لا بكره ايه حبيبتي، انا مش فاضي النهارده خالص. خلاص هروح بتاكسي. خلاص خليك انت، انا هفضي له وقت واخده واديه للدكتور حبيبي. دلعه. ايوه دلعه. ما كنتش بتدلعني انا كده يعني. كراوي يا انت ما كانش ينفع تدلع، انت كنت كشر وانت صغير. ايه قولي انا اللي هروح معاه عشان انا عايزه اجيب له حاجات كتير في عيد ميلاده. انا تروحي معاه ايه؟ هو كحه فين القديم عجبه؟ لا انا اللي هروح معاه، بس مش هناخد تاكسي. خلاص يا ستي انا هروح الشغل بالعربيه وابعت لكم العربيه مع اي سواق يوديكم. حلو قوي، يبقى انا بقى هقعد اعلق زينه عيد الميلاد. أيوة. كل سنه وانت طيب يا صغنن. تعالى بقى تعالى، ما انت هتروحي معاه زينه انا اشبع منه يعني. ايه رودي شفت وادي يستاهل الدلع مش انت؟ فاكره ما حدش كرني بيه لغايه ما انت ظهرتي. لا حرام عليك يا بابا شاهين. والله النفس الحلوه ليها الجنه. اتوقع اتوقع. خد يا ستي. ايوه شاهين. بص يا سيدي اهو قاعدين نستنوا. بص البالونات الحلوه. هو انت بعت مين؟ كل ده عشان شاهين. سواق جديد؟ طيب. احنا طالعين اهو. يلا سلام سلام سلام. ايه يا حبيبي ايه يا حبيبي، هو لسه سخن؟ مش زي الصبح، بس برضه ناخده عند الدكتور عشان بالليل ما يسخنش. طب يلا السواق واقف بره. يلا بينا. ايه ده، انا نسيت شنطتي، هطلع اجيبها واجي. انت عايزه شنطتك بس في ايه دلوقتي؟ ما هو طارق عارف ان انت معايا، لو رنلك وما رديتيش عليه هيتصل بيكي على موبايلي. يلا نلحق الدكتور. فيها التليفون وفيها المحفظه يا حبيبتي. يلا ماشي يلا بينا. يلا يلا يا روحي، انا هنروح مشوار. يلا يا بنتي وقفتي ليه؟ يلا يلا هتاخدنا مداري الحبشي. عارفه؟ اه عارفه يا فندم عارفه. انت اسمك ايه؟ عبد العزيز يا فندم. رشد اللي انا هعرفك عليه دلوقتي هو ده الديل اللي بيجيب لي هيروين بقاله كتير قوي. وما تقلقيش يعني، انا عارفاهم ودخلت بيتهم وناس ولاد بلد وجدعان ومش هيعملوا اي حاجه. ها طيب رشد. سمر رشد. اهلا وسهلا فتون. اهلا يا حبيبتي. اهلا يا اختي. بسم الله عليك. الهالم اعرفها بقالي كتير جدا، واكتشفت بالصدفه انها بتعرف تجيب كوك. ده انا بقالي اكتر من سنتين داخل على الكوك ده مش عارف اجيبه، لحد ما الست هانم قالت لي عليكي. يعني انتوا عايزين تعرفوا السورس عشان تديروا معايا في البيزنس؟ وماله يا حبيبتي؟ ليه بيزنس؟ مش كده يا اخويا بيزنس؟ شارلي بيجي من بره مصر واللي بيجيبه انا ما اقدرش اقول لكم عليه. ولا راشد مين شارلي ده؟ بعدين بقى يا ستي ما تقولناش عليه، بس انت قولي له بس في ناس عايزين ياخدوا كميه وهم هيشتغلوا فيه. خلاص اوكي. جبتها شويه يعني. خلاص يا حبيبتي، مع الله الرسول الا البلاغ. اسم الله عليكي. اوكي انا همشي. باي باي. طب استني طيب هجيلك يا رشد. ها رجع لك تاني. استنى ايه اللي احنا فيه ده؟
هو ده في مصر يا اخويا؟ مين دول؟ تعال بس تعال تعال.